ليس سوء التغذية وحده الحاضر هنا، بل تحتل الملاريا النسبة الأكبر بعد تسجيل عشرات الإصابات في هذا المركز الصحي بعزلة كرش إلى الشمال الغربي من محافظة لحج، حيث تنتشر الملاريا في العديد من مناطق العزلة منذ قرابة عام. بلغت حالات الملاريا في المركز الصحي خلال العام 2020 509 حالات موثقة إيجابية مثبتة مخبريا، من غير طبعا الحالات التي لم تصل إلى المرفق الصحي أو تم معالجتها في العيادات الخاصة. هذه لم نحصل نحن على إحصائيات، ولكن طبعا العدد هو أكثر من ما هو، هذه ما تم توثيقها فقط. نحو 35 حالة جديدة بالملاريا كشفتها المحاليل المخبرية خلال شهر يناير الفائت، وسط مخاوف من تفاقم المرض خلال الأيام المقبلة. دعم المركز ورفع مستوى خدماته الطبية بات مهمة ملحة لاستيعاب الضغط المتواصل عليه، إضافة إلى تخفيف مشقة المواطنين في السفر إلى مشافي المدن. مناطق كبيرة يعني كلها مروحة لكرش، ومناطق نائية وحالتهم المعيشية تعبانة، فبدل ما يسافر لعدن ويخسر يعني إنجيزة سيارة إنجيز سيارة لحق 30,000 ويروح يعني خسارات كثير، يعني نطالب من الجهات المختصة تعزيز المركز الصحي هذا بالأدوية، وتعزيزه بالدكتور المختص، وتعزيزه بالأجهزة المكتملة، لكوننا واقعين في جبهة، يعني في منطقة ملتهبة يسموها جبهة شريقة كرش. هذه يعني نعاني من كثافة المرتادين بالإضافة إلى المواطنين والكثافة السكانية اللي تزداد على المركز الصحي. جهود الكادر الصحي وما يقدمه من مساعدات طبية هنا يقابلها ارتياح من قبل المستفيدين، خصوصا فيما يتعلق بنجاح خدمات الإسعافات الأولية ولضمان استدامتها وتحقيق خدمات أخرى واسعة. يرى مواطنون أنه يتوجب على الحكومة وقيادة المحافظة النظر إلى هذا المركز الذي كان مهيئا ليكون مستشفى ريفيا قبل 6 سنوات من الحرب. سامح عبد الوهاب، قناة بلقيس، لحج.